خلال حلقة نقاشية عقدت بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أعلن دكتور محمد كامل الباحث بمركز علوم الجينوم بمدينة زويل اكتشاف جينات دقيقة تسهم بشكل غير مباشر في مقاومة الخلايا السرطانية، مضيفا أنه جرى نشر الأبحاث العلمية للمركز في عدد من دور النشر. بالتزامن مع الاحتفال بالشهر العالمي للتوعية بمرض السرطان، نظمت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حلقة نقاشية للإعلان عن آخر ما توصلت إليه المدينة من بحوث علمية حول مكافحة هذا المرض. هدف الحلقة دي أولاً إن احنا بنبرز البحوث اللي بتتم في مدينة زويل في مجال علاج السرطان. طبعا احنا بنهتم ان احنا بنعمل بحوث تطبيقية تقدر في المستقبل توصل للمجتمع وتحل تحديات المجتمع، فده جزء من مهمة مدينة زويل. واللي بنعرضه النهاردة بنعرض الانجازات اللي تمت وتم بالفعل نشرها في الدوريات العالمية المرموقة، واحنا يعني بنتطلع ان شاء الله ان ده يتحول الى عقار بيوصل للمجتمع. المؤتمر سلط الضوء على ابرز الانجازات التي توصل اليها فريق بحثي من اساتذة وطلاب مدينة زويل، والذين يعكفون على إجراء أبحاث علمية ليكافحوا الزمن من أجل الخروج بعلاج لمرض يعد من أخطر الأمراض وأكثرها انتشارا. اللي احنا لقيناه أن في عوامل بتفرزها الخلايا السرطانية بتساعد في تحويل خلايا مجاورة أو بتخليها تساعدها أنها تبقى خلايا جذعية تشبه الخلايا الجذعية السرطانية وتتصرف بطريقة تساعد على انتشار المرض. عشان كده لما نيجي نصمم علاج للسرطان مش بس ناخد في اعتبارنا الخلايا السرطانية نفسها، لكن كمان ناخد في اعتبارنا الافرازات اللي بتخرجها الخلايا السرطانيه والبيئه المحيطه بها. المريض سرطان ده بيتوصف له دواء معين بيستمر على الدواء لمده شهور. خلال اسابيع او شهور بنقدر نشوف عن طريق اجهزه الرنين المغناطيسي او اجهزه الاشعه المقطعيه والله المريض استجاب او ما استجابش. الهدف من شغلنا او الهدف من البحث الجاري حاليا ان انا اقدر احدد استجابه المريض. ده بيوفر على المريض حاجات كتير، بيوفر على المريض الاعراض الجانبيه للدواء نفسه لو استمر على الدواء ده. تأتي هذه الأبحاث في إطار الهدف الأساسي لمدينة زويل، والذي يتمثل في الاستفادة من البحث العلمي للمساهمة في تقديم حلول مبتكرة تسهم في حل المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري بشكل خاص والدولي بشكل عام. جرمين إبراهيم، أون لايف.